السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم ترافلينغ أبورد. موضوع اليوم هو فتح برنامج الانضمام لفريق المتطوعين لكأس العالم فيفا قطر 2022. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم فيفا قطر 2022 وتشهد النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم مشاركة 20,000 متطوع سيعملون في 45 جنبا تشغيليا في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة مثل الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق والمراكز ووسائل النقل العامة. وللمشاركة ضمن الفريق المتطوعين لكأس العالم فيفا قطر 2022 يجب أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عام بحلول أول من أكتوبر 2022 مع شرط إتقان اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية، ولا يشترط أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة، ويرحبوا بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافة أنحاء العالم للانضمام إلى الطريق إلى قطر 2022. يذكر أن المتطوعين الذين يقع عليهم الاختيار سيحصلون على زي محدود الإصدار من علامة أديداس مع وجبة طعام خلال المناوبة التطوع، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة مجانا. ورغم أن المنافسات كأس العالم قطر 2022 ستنطلق في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، إلا أن بعض أدوار التطوعية ستبدأ في 1 أكتوبر 2022. وبإمكان الراغبين في الانضمام لفريق المتطوعين لكأس العالم قطر 2022 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني فيلونتير فيفا. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الموضوع ديالنا، والله يوفق الجميع واللي عنده الرغبة يتقدم والله يجيب تيسير للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.